اهلا بيكم في KWN Trending. حمادة هلال ولعها نار وعمل ترند جبار. حورية فرغلي مع أسمى في حبر سري كشفت أمر سري. في حفل الإنيجما تصريحات حصرية لKWN Trending. اهلا بيكم في KWN Trending. الحياة كل يوم بتتغير فيها الترندات، والناس بتنقل من ترند على التاني وكأن اللي فات مات. البداية من ترند اتولد في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، لما سألت الفنان والمطرب حمادة هلال عن الأغنية اللي اتخذت منه وزعل عليها جداً، علشان يفجر مفاجأة قلبت السوشيال ميديا وكانت أساس العركة بين جمهور حمادة وجمهور تامر حسني. أنا في معلومة عندي كده عايزة أسألك. إيه؟ هل أغنية بشوقك عيش بشوقك كانت جاية لك الأول؟ ليه نتكلم في تفاصيل راحت لحالها؟ مش جات لي. لا دي غنوتي أنا، هتخليني أول مرة أتكلم، دي غنوتي قعدت أشتغل عليها ست شهور شغال عليها وتعبت فيها، والمؤلف والملحن عارفين كويس، واتشغلت بمرض أمي الله يرحمها، اتشغلت بيها جداً. وفجأة لما اتشغلت بمرض أمي في مدة أسبوعين ثلاثة بدأت أتكلم، يلا يا جماعة أنا ست شهور شغال على الغنوة، وفجأة لقيت الغنوة راحت في حتة تانية. وكلمتهم يا جماعة قلت لهم دي غنوتي، دي بتاعتي، دي غنوتي، دي حقي، حرام. كلمت الزميل وكلمت المنتج وكلمت بتاع، يا جماعة دي بتاعتي. كلمت الزميل كمان؟ كله كلمته والله ما فارق معايا الغنوة، أقسم بالله أنا ربنا عوضني بغنوة هتفضل طول العمر عايش. كلام حمادة كان سبب في عاصفة هجوم عليه من فانس تامر حسني، وكان من بين اللي هاجموا حمادة هلال الملحن بلال سرور، وكتب البوست ده على صفحته وقال: مرة فنان كلمناه أنا والشاعر مصطفى حسن يجلنا يجرب غنوة بصوته، الفنان ده جه وغنى واتبسط، ثم اختفى ست شهور ما بيردش حتى على تليفونه، فالأغنية راحت لصاحب نصيبها. يقوم الفنان الأولاني يبدأ يطالب بأحقيته في الغنوة دي ويدعي إنها كانت أغنيته وإنه تعب فيها، والكذاب بيروح النار. على الناحية التانية فانس حمادة هلال دفعوا عنه دفاع كبير وقالوا إن حمادة لو كان غنى الأغنية مكان تامر حسني كانت هتضرب أكتر، في حين ناس كتير قالت الموضوع مش مستاهل تخسروا بعض، انتوا فنانين كبار وانت عملت أغنية كسرت الدنيا يا حمادة. أنا أمي جت صحتني الصبح وأنا نايم على السرير، بتقول لي معاد الشغل وقوم يلا وبلاش تأخير، قلت لها حاضر قايم بس مسقطة فوق إزاي، قالت لي تشرب إيه، قلت لها تشرب إيه، طب أشرب شاي، أشرب شاي. ولسه مع حبر سري تقديم الإعلامية أسماء إبراهيم، اللي يظهر إنه قرر يفضل على قمة المواضيع اللي تشعل السوشيال ميديا بعد إذاعة برومو الحلقة الجاية من البرنامج اللي ضيفتها النجمة حورية فرغلي يوم الخميس والجمعة 10 و11 مارس. الحلقة كان فيها كلام كتير جداً، لكن الموضوع السري اللي قالته حورية يخليك تركز مع الحلقة، خصوصاً إنها راحت لمنطقة الماورائيات. إيه العمل اللي عملي مشاكل؟ كلمني شكراً. يوم البريمير خالتي اللي بيشاف مشهد الكمبيوتر وفسخ الخطبة في مياه فيلم ولي أمر أنا مش حاطة في الحسبان، يعني 10,000 جنيه كلمني شكرا. إن هما كانوا بيحطوا صورتي جنب صورة أبو الهول ويقولوا ما الفرق. بعد ساحلة الجنوب كان في حاجات غريبة قوي بتحصل، كنت عيانة ومش عارفة أنا عندي إيه، دكاترة كتير جم وعمالة خس عمالة خس، وصلت 49 كيلو عمالة خس ومش عارفه في ايه، ودكاتره عاملين دول فيتامينز وبتاع. وقعدت صاحبتي جت وقالت لي انزلي بقى من السرير تعالي ننزل نقعد في الصالون تحت وبتاع، فنزلت معاها وانا قاعده على الكنبه في كده زي شجره صغيره حطاها، فببص كده فلقيت حاجه مكعببه كده في الرمله اللي فيها، ففضلت اعمل كده فلقيت حجاب، حاجه مثلثه كده مربوطة بسوليتاب. فهي قالت لي ايه ده؟ قلت لها ايه ده؟ فهي قالت لي ده عمل. فتحت ولقيت ورقة زي ورقة الشمع كده مكتوب عليها
حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها ورزقها وصحتها وخلفتها. أنا لسه بصور فيلم براية راية وسكينة، وطبعا مسلسلي لسه نازل ف 50 حلقة فهيقعد شوية. عندي فيلمين وعندي مسلسل. أقول لهم طبعا بشكر كل حد فكر فيه إن شاء الله 5 دقايق، بشكر كل أي حد دعالي. وبجد بجد أنا ما حسيتش إن أنا يعني محبوبة قوي كده إلا لما لقيت الناس كلها بتدعي لي إني أخف. عايز أقول لك إن الجمهور حسيته إنه حاسس بيا أكتر من الناس القريبة مني. وعايز أقول لهم إن أنا راجعة وأنا بحاول أقف على رجلي تاني، واللي حصل لي مش شوية، أنا كنت يعني قريبة قوي 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 من الموت. وبوعدهم إن أنا إن شاء الله هعمل حاجات أحلى كمان من اللي عملتها قبل كده لو هما قبلوني بشكل جديد. انتظروني في حبر سري مع أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس. ومن حبر سري في القاهرة لحفل الإنيجما في دبي اللي حضروا عدد كبير من النجوم بإطلالات جذابة، وكان من بين نجوم الحفل الفنانة شيرين رضا اللي عملت مع كاميرا القاهرة والناس اللقاء ده. شيرين، النهاردة طبعا أنت في إنيجما، والنهاردة إنيجما الاحتفال الثامن ليهم بس أول مرة في دبي. إيه رأيك في الفكرة وإيه رأيك في الاحتفال نفسه؟ حلوة قوي، دبي تجنن والاحتفال هنا حلو. إن إحنا نغير، يعني أنا بعتبر إن إحنا البلاد العربية كلنا واحد. أنا عارفة إن في حاجة اسمها فيزا إن إحنا نروح حتة، بس أنا بعتبر إن إحنا كلنا بنتكلم عربي، إن إحنا كلنا بلد واحدة. فمبسوطة إن الاحتفال هنا في دبي. هنشوفك في رمضان؟ في رمضان. كلميني عن الأعمال بتاعتك الفترة اللي جاية. شغل عالي أنا وفيفي عبده. ده إيه، مسلسل ولا؟ مسلسل. وريدي شغالين عليه، هنشوفه في رمضان. إحنا بنشكرك جدا، وإنتي زي القمر ودايما في نجاح ودايما في تألق، وكلنا بنحبك. وقولي كلمة لكل جمهورك دلوقتي على القاهرة والناس. يا رب رمضان اللي جاي نبقى حلوين ومبسوطين وبنضحك، ما يبقاش في حرب، ما يبقاش في موت، ما يبقاش في حاجات تنكد علينا، وتنبسطوا بالمسلسل اللي انا وفيفي عبد هنعمله لكم. وعلى بعد خطوات من النجمه شيرين رضا، كان لينا لقاء مع الاعلاميه اسماء ابراهيم اللي بتشارك في الحفل السنه دي بدعوه خاصه من اداره المهرجان، وطبعا مع المذيعه القمر مذيعه قناه القاهره والناس وبرنامج حبر سري اسماء ابراهيم. اهلا بيكي ونورتي الامارات. اهلا بيكي، عامله ايه؟ اول حاجه طبعا هكلمك عن الاوتفيت بتاعك، كلميني عن الجمال بقى النهارده، ايه الفستان والكلاتش والجولري؟ فستاني الجميل ده عمله لي طبعا ايمن لحموني، والكلاتش بتاعتي دي اللي كنت جايباها من باريس، وشوز فيرزاتشي والدايموند سرجاني. طيب نتكلم بقى شوية على برنامج حبر سري. السؤال اللي أنا حابة أسأله لك، وكل الناس أكيد حابة تسألك السؤال ده، إزاي قدرتي تعملي الصلح ما بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟ كل الموضوع أن أنا سألت أحمد فهمي، عندك القدرة أو الشجاعة تعمل لمحمد رمضان فولو على الهواء؟ بصراحة كان جريء جدا، قمة الشجاعة، فعلا عمل فولو. بعديها بشويه بعد الحلقه ما اتذاعت طبعا محمد رمضان راح عمله، وانا كمان فولو باك، وعملوا له فولو باك وخلاص. طب في سؤال تاني، يمكن كمان انت نزلتي على تيك توك اكاونت بتاعك مقطع عمل ضجه قويه جدا على السوشيال ميديا في حلقه نوال الزغبي، لما قلت لها عملتي ايه لما فوجئتي ان رصيدك في البنك تحول من 17 مليون دولار لزيرو. في ناس كتيره مش عارفه ايه السبب، ايه الموضوع ده؟ هي حرام اتعرضت لزي حالات نصب يعني، فكان رد فعلها هو اللي عمل اكشن عند الجمهور غريب قوي، ان ازاي يعني زعلت اصبعين. كانت هي بقى ايه الاكشن في الحته دي، لكن هي مؤمنه وعندها قدره ان هي زي ما عملتهم تعمل غيرهم فعادي. احنا اسماء مبسوطين جدا النهارده بوجودك، ومبسوطين انت موجوده النهارده على قناتك القاهره والناس، وبجد البرنامج رائع وانت انسانه ناجحه ومتميزه، بنتمنى لك المزيد من التالق والابداع. شكرا ليكي يا اسماء. يا كوكي ربنا يخليكي حبيبتي، انا مبسوطه اني شفتك. اكيد قولي ايه بقى للكرو بتاعك النهارده؟ اقول لهم يا لهم بحبكم اكتر واحده يعني مطلعه عينيكم في القناه. الرئيس التنفيذي لمجله الانجما ياسمين شحاته كان ليها تصريحات مهمه معانا كمان. ومعنا الان المؤسس والرئيس التنفيذي لمجله انجما ياسمين شحاته. اهلا بيكي والف مبروك النهارده على اطلاق انجما بدبي. ميرسي جدا حبيبتي، ميرسي، ده شرف كبير لينا نبقى هنا في دبي. احنا بنرحب بيكي على شاشه قناه القاهره والناس، وعايزين نسالك طبعا احنا انجما السنه التامنه ليها السنه دي للاحتفال، بس
الاختلاف ان هي اول سنه بدبي. كلميني عن الفكره واشمعنى اخترتي دبي. اسم الايفنت النهارده اللي بنعمله كل سنه ده اسمه Celebration of Arab Glamour and Success. وبالنسبة لنا ما فيش أي حتة في العالم that represents Arab glamour and success زي دبي وزي برج خليفة وداونتاون دبي والفاونتن وكده. فبالنسبة لنا ده أحلى مكان ممكن نعمل الإيفنت فيه. اتعمل قبل كده في أكتر من عملناه 7 مرات. ابتدينا في لوس أنجلوس وبعدين أخذنا الإيفنت لندن ولسه بنعمله في لوس أنجلوس كل صيف ولندن كل شتاء. وإن شاء الله لو الإيفنت ده نجح هنعمله بقى كل سبرينج في دبي. طبعا احنا عارفين النهاردة ان من المكرمين الفنان الجميل احمد حلمي والفنانة هند صبري بجائزة التميز. كلميني عن التكريمات وايه هي المعايير اللي اخترتوا عليها النهاردة المكرمين. دايما الهدف بتاع الاوردز هما بنسميهم انيجما اتشيفمنت اووردز، والهدف ان بنلاقي عرب عملوا انترناشنال امباكت في شغلهم سواء في البيزنس او سواء في الفن. بس ده الكومن ثيم ان في الاندستري بتاعهم عملوا فعلا international impact، معروفين في دول كتيرة، شغلهم بيسمع في دول كتيرة. فأنا شايفة الخمس تنفار اللي احنا بنكرمهم النهاردة بالذات يعني كلهم جامدين قوي في الاندستري بتاعهم. أما ملكة جمال العرب سنة 2018 غزلان شرقاوي فخطفت الأنظار في الحفلة على الريد كاربت وقالت لنا كلام مهم جدا. ومعايا دلوقتي غزلان شرقاوي ملكة جمال العرب ل 2018. غزلان أهلا بيكي ونورتي إنيجما النهاردة. أهلا بيكي كريستينا، thank you so much for having me. إيه رأيك النهاردة بالإيفنت وكلميني بقى عن أجواء الاحتفال بدبي؟ يمكن إنيجما أول مرة يبقى بدبي، كان دايما بيتعرض في بلاد أخرى. إيه رأيك النهاردة بالإيفنت وبالتنظيمات؟ صراحة مبسوطة قوي إنهم عملوا الإيفنت هنا في دبي، والإيفنت ما شاء الله is so amazing. ومبسوطة بالناس اللي جاية تتكرم و I'm so proud of them، وبقول لهم ألف مبروك. وبحفل الإنيجما واللقاءات الممتعة دي نكون خلصنا كلامنا في KWN Trending، حلقة في السريع بدون كلام كتير. الترندات خلص خلصت وهيتجدد معادنا في KWN Trending وأخبار جديدة المرة الجاية.